طيب هنكمل المحاضرة بتاعت الكيمينز. كنا خدنا ايه هو الكيمينز والكلاسترنج الجوريزم والهدف منه ويعني ايه كيمين. هناخد دلوقتي مثال على الكيمين في لما يبقى عندي 1 دي داتا او داتا فيها اونلي 1 فيتشر. المفروض ان انا لو يعني اعمل نفس الطريقة طبعا اللي عملتها لما كان عندي 2 فيتشرز، بس كنا عايزين بس ندسكريمينيت مشكلة في الكيمينز بالنسبة للمثال اللي احنا نشرحه. مبدئيا انا لو عندي الداتا دي بالمنظر ده لو انا عندي الداتا بالمنظر ده هلاقي ان انا بمجرد النظر كده هديسكريمينيت الداتا دي بحيث ان هي ان انا اقول ان دي كلها تبع كلاس 1 ودي كلها تبع كلاس 2 ودي كلها تبع كلاس مثلا 3. اوكي، ولكن في الحقيقه اللي بيحصل مش كده خالص. يعني مش شرط ان اللي انت عايزه هو اللي يحصل. ليه؟ لان انت اصلا بتقول له ابدا براندم بوينتس. فلما انا اجي ابدا براندم بوينتس ممكن اوصل في الاخر لحاجه زي كده، ممكن اوصل في الاخر لحاجه زي كده. هو ده كلاستر. انت ما قلتليش اللي لازم يكون مش عارف فين او كده. فهو الفكره ان انا ببدا بناء على يعني بقى بشتغل في الكيمينز بناء على الانيشال بوينتس او الانيشال سنترويدز اللي انا بختارها. خلينا نحل مثال زي كده. طبعا هو مثال مش بارقام، بعدين نحل مثال بارقام. فنفرض مثلا الداتا اللي قدامي دي انا عايزه اعمل لها كلاسيفيكيشن او اعمل لها كلاسترنج بيزد انتو الى 3 ديفرنت تايبس، احطهم في 3 كلاسترز. اوكي، فاللي هيحصل ان انا خلاص عرفت ان الكي عندي ب3، وهحاول ابدا ان انا اختار 3 راندوم بوينتس من البوينتس دي. فلنفرض مثلا ان اختار النقطه اللي هي لونها ازرق والنقطه اللي لونها اخضر والنقطه اللي لونها برتقاني على اساس ان هما الانيشال بوينتس بتاعتي. تمام، فاللي هيحصل ان انا هبدا اشوف البوينت دي كل نقطه ايه الديستانس بينها وبتوين النقط الكبيره اللي هي لونها اخضر وازرق وبرتقالي. هاجي مثلا على النقطه اللي هي لونها اسود دي وابدا اقول ابدا احسب الديستانس بينها وبين النقطه دي والديستانس بينها وبين دي، ديستانس بينها وبين السنترويد ده والديستانس بينها وبين السنترويد ده والديستانس بينها وبين السنترويد ده، الديستانس بينها وبين 3 سنترويد. المفروض ان انا بعد ما احسب الديستانس بيطلع لي فاليوز وابدا اساين السامبل اللي انا بشغله فيها دي ابدا اساينها للكلاس او الكلاستر اللي ليه مينيمم ديستانس. فبعد ما مشيت لقيت ان النقطة دي المفروض ان هي اقرب للنقطة الزرقاء. اوكي، طيب هكرر نفس اللي عملته على النقطة التانية. مثلا النقطة دي هبدأ أحسب الديستانس بينها وبين دي، بين النقطة الزرقاء والنقطة الخضراء والنقطة البرتقالية. واضح طبعا إن النقطة دي قريبة مين من النقطة الخضراء، فهكلاسفها النقطة التانية على إن هي لونها أخضر. أوكي، وأبدأ أكرر طبعا العملية دي على كل السامبلز، وأبدأ أشوف الديستانس بين النقطة دي والنقطة البرتقالية والأخضر والأزرق، وهيطلع لي إن النقطة دي قريبة من البرتقالية وهكذا. فيطلع لي في آخر الكلاسيفيكيشن ده، ده على في الاخر الكلاسيفيكيشن ده ان انا اول نقطتين لونهم ازرق وتاني نقطتين لونهم اخضر والنقط اللي بعد كده لونها برتقال. فالكلاسيفيكيشن ده حصل بالمنظر ده بناء عليه، بناء على الانيشيال سنترويدز. لو انا كنت اخترت الانيشيال سنترويدز بتوعي بحيث النقطه تبقى هنا ونقطه هنا ونقطه هنا، يبقى انا اكيد كنت اكلاسفاي بحيث ان انا اوصل للشكل ده، الشكل اللي احنا بنتمناه كهيومن، يعني كحل بمجرد النظر. تمام، ولكن هي دي مشكلة الكيمينز ان هو بيعتمد اعتماد كبير على الانيشال راندوم سنترويدز. اوكي، طيب خلينا نحل مثال من الاول للاخر على الكيمينز باستخدام داتا سيت 1 دي او بتتكون من فيتشر واحد بس. فلنفرض مثلا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. افرض ان انا عندي 9 سامبلز، وكل سامبل الفيتشر الاولاني اسمه قيمته 2 والفيتشر الاولاني هنا قيمته 4 والفيتشر الاولاني هنا قيمته 10. يعني الداتا دي المفروض ان هي شكلها عامل كده.
شكلها اعمل كده. انا عندي سامبلز، تمام. السامبل الاولانيه ده الفيتشر، مثلا اسمه الفيتشر ده معناه مثلا ال ويتس، ويتس بتاع اي حاجه، بتاع اي اوبجكت، بس دي معناها ويتس. فانا بقول لك هنا ان السامبل الاولانيه الويتس بتاعها كان 2، والسامبل التانية كان الويتس بتاعي كان 4، والسامبل التالتة كان الويتس بتاعي 10، السامبل التالتة كان الويتس بتاعي 10، وطبعا وهكذا بالنسبة للسامبل الرابعة. السامبل الرابعة الويتس بتاعي 12، لغاية لما أخلص كل السامبلز هيديني هنا 9 سامبلز، تمام. طبعا النقط، وبعدين ايه السامبل رقم 9 هيبقى قيمتها 25. دي الداتا جالي كده، هي جالك انت محطوطه كده، بس هو قصدي يقول لك ان هي دي يعني. فطبعا الاثنين واحد، بس انا بشرحها بالطريقه دي لان احنا متعودين الداتا تجيلي على ايه التيبل. طيب فايه المفروض يحصل؟ انا عايزه في الاخر اقول ان السامبل دي، مثلا انا عايزه احطها تبع كلاس مثلا جود، ودي كلاس باد، ودي كلاس فيري جود، دي ان جود، ماشي. فانا عايزه اكلاسيفاي كل سامبل، او احط كل سامبل انتو ديفرنت جروبز. هو عايز كام جروب؟ عايز 3. فانا يبقى عندي مثلا ايه، جود وباد، مفيش فيري جود، جود وباد، جود وباد، ان انا عايزه تو كلاسترز. طبعا انا بقول اي تو كلاسترز، اي تو مينينج التو كلاسترز يعني جود وباد او يس او نو او اي حاجه، بس هو ده اللي عايزه. انا معايا داتا، والرو ده الكولم ده مش معايا، انا عايز اجيبه اللي هو الكولم بتاع الليبل، خلاص مش عارف قيمته، انا عايز امليه. وعايز اقول السامبل الاولانيه روح تروح لانهي كلاس او كلاستر، والسامبل الثانيه تروح لانهي كلاستر. فده فكره الكي مينز، ان انت بتبدا تعمل ليبلنج للداتا، بتحط لها ليبل او بتحط لها بتقول هي تبع انهي كلاس. طيب عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل جدول زي كده. ايه هو الجدول ده بقى؟ بيقول ايه؟ بيقول لك ان انت عندك السامبل الاولى 2 4 10 لغايه 25، هتبدا تحسب الديستنس بتوين النقطه دي وبتوين، طبعا قلنا ان احنا نختار تو راندم سنترويد، ماشي. انا عندي الداتا اهي، ابدا اخد تو راندم سنترويد. نفرض مثلا خدت السامبل دي اللي هي السامبل رقم 4، او اللي اسمها 4، والسامبل اللي اسمها 11، خلاص، او اللي قيمتها 11. دي السنترويد الاولاني، ودي السنترويد التاني، تمام. فانا بعد كده ببدا اكون الجدول ده، اللي بيقول لي ان السامبل الاولانيه الديستنس بينها وبين الكلاستر الاولاني اللي هو 4، وايه الديستنس بتوين الاثنين والتسعه، وايه الديستنس بتوين سوري الاثنين وال11. يعني بحسب الديستنس بتوين كل نقطه، احسب الديستنس بتوين كل نقطه، والرقم 4 والرقم 11، خلاص. فالاثنين ناقص 4 ب2، طبعا بالماينس عادي، 2 ناقص 4 بسالب 2 سكوير، هتبقى سكوير روت، هيبقى في الاخر ب2، خلاص، كان الماجنتيود يعني. ف2 ناقص 4 ب2، 2 ناقص 11 9، 4 ناقص 4 0، 4 ناقص 11 7، 10 ناقص 4 6، 10 ناقص 1 1، 10 ناقص 11 1، 12 ناقص 4 8، 12 ناقص 11 1، وهكذا. تخلص كل السامبلز. بعد ما كملت الجدول يعني، هنشوف بس الالوان دي جت منين. دلوقتي هنبدا نشوف مين الاقل ديستنس. انت عرفت ان السامبل دي ماسك انت السامبل الاولانيه، وشفت ان انا عندي تو ديستنس 2 و9، مين فيهم الاقل؟ الاثنين، خلاص. انا هقول ان الاثنين دي تنتمي للكلاس اللي جاب لي اقل ديستنس. طب ايه هو الكلاس اللي جاب لي اقل ديستنس؟ الايه؟ الكلاس الاولاني C1، خلاص. فخلاص هتبقى السامبل الاولانيه تبع C1. ابدا ان اعمل نفس الحاجه على السامبل الثانيه اللي هي الاربعه، وابدا اشوف الأربعة طلعت تو ديستنس، في زيرو، في 7، مين أصغر ديستنس؟ الزيرو. طب الزيرو دي مين الكلاس اللي جاب رقم زيرو؟ ده الكلاس الأولاني. فخلاص هأساين السامبل الرقم اللي هي قيمتها 4 اللي هي الكلاس الأولاني.
وهكذا اكرر مع كل السامبلز. في الاخر هيطلع لي ان الحاجات اللي اساين للكلاس 1 هي السامبل رقم، السامبل اللي اسمها 2 والسامبل اللي اسمها 3 4 سوري، والسامبل اللي اسمها 3. لكن كل السامبلز التانيين هتبقى اساين للكلاس 8 2. عندي 2 و4 و3 هينتموا لسي 1، و10 و11 و12 والحاجات دي كلها هينتموا للكلاس التاني. دي في اول اتريشن. طب انا طبعا ان الاتريشن الاولانيه انا ما بقفش عندها، لان انا لازم حاجه اتاكد كلامي، ان انا لازم اعمل تو اتريشنز على الاقل، بحيث ان انا لما اجي اخش في الاتريشن اللي بعد كده لو طلع ان البوينتس بتتقسم بحيث ان 2 و4 و3 يروحوا لسي 1 ونفس التقسيمه دي بالظبط، ساعتها اقف. يعني انا بقف لما التقسيمه بتبقى هي هيها مع الاتريشن اللي قبل. اوكي، فاقل نمبر اوف اتريشنز في الكي مينز هي 2. طيب يبقى انا ابدا اعمل الاتريشن الثانيه. طب اجيب الاتريشن الثانيه اشتغل ازاي؟ المفروض ان انا تاني اول خطوه اعملها لو اخش في الاتريشن الثانيه ان انا احسب النيو سنترويد. طيب لو عايز احسب النيو سنترويد، انا قلت ان الكلاس الاولاني فيه السامبلز اللي هي 2 و4 و3، والكلاس الثاني فيه السامبلز اللي هي 10 وكذا وكذا وكذا. ابدا اجمع ال 2 و4 و3 على 3، وال 10 و11 و12 على بيت، واجمع كل القيم على 6. ليه 3؟ لان مجموعهم 3، 3 بوينتس في الكلاس الاولاني وهنا 6 بوينتس في الكلاس الثاني، لان السامبلز اصلا كلها 9. فهيطلع لي نيو سنترويد جديد اللي هو ال 3 وال 18. هعمل جدول تاني بس بحيث ان الجدول ده ببدا احسب الديستنس بتوين كل بوينت والكلاس الاولاني اللي قيمته 3، السنترويد الاولاني والسنترويد التاني اللي هو قيمته 8. تمام، ببدا اشوف برضو الديستنس بتوين الاثنين والثلاثه، الفرق المسافه بين الاثنين والثلاثه، واحد الاثنين والثمانيه، 2 و8، 2 ناقص 8، 2 ناقص 8 4، مش عارفه ايه اللي خلاها 16، بس مفيش مشكله. طيب ال 4 ناقص، انا بيتهيألي كاتبه لحظه واحده، هي تقريبا 18. اه 18 معلش. السي الثاني ب 18 خلاص. فهبدا احسب الفرق بين هبدأ أحسب الفرق بين كل سامبل والتو سنترويدز الجداد، الاثنين ناقص 3 1، الاثنين ناقص 18 16. مين الأقل؟ هي الاثنين، يبقى الاثنين إيه؟ سوري، الأقل هي 1، يبقى هأساين الاثنين لكلاس 1. طيب الأربعة، الأربعة هتبقى هبدأ أحسب برضو الديستنس بين الأربعة وكل السنترويد. فأربعة ناقص ثلاثة واحد، أربعة ناقص 18 أربعة، مين الأقل؟ الواحد، يبقى أساين ليها الكلاس الأولاني خلاص. وأبدأ أنفذ طبعا الاوتريشن دي أو الأوبريشن دي على كل السامبلز. وهيبقى عندي 10 ناقص 3 ب 7، و10 ناقص 18 ب 8، أقل حاجة اللي هي السبعة، يبقى السامبل ده تو بي أساين لكلاس واحد. ولو مشيت مثلا على السامبل رقم 11 الاقي 11 ناقص 3 ب 8، و11 ناقص 18 ب 7، فاقل ديستانس هي كانت السبعه، والسبعه دي جت من كلاس 2، فهيبقى اصلا السامبل اللي اسمها 11 دي من كلاس سي 2. طبعا وبنفذ على كل السامبلز. اوكي، طبعا ده التوزيعه الجديده او الجروب اللي حصل نشأ جديد. هنلاقي ان السامبلز 2 و4 و3 و10 بقوا في كلاس 1، و12 و20 و30 و11 و25 بقوا في كلاس 2. هنلاحظ ان التوزيعه دي مالها؟ مختلفه عن التوزيعه الاولانيه. طالما اللي انا فيه دلوقتي مختلف عن اللي قبلي، يبقى انا لازم اعمل اتريشن كمان. اهو كان هنا 2 و4 و3، 2 و4 و3 بس، هنا جالي 2 و4 و3 و10، يبقى لازم اكمل اتريشن كمان. لازم اكمل لغايه لما التو جروبز يبقوا نفس الفاليو. طيب
ايه اللي بعمله لما باجي اخش في اتريشن جديده؟ اول حاجه بعملها لو عايزه اقرر ان انا ادخل اتريشن جديد ان انا احسب النيو سنترويد. النيو سنترويد بتحسب من الاثنين والاربعه والثلاثه والعشره، نجمعهم على بعض، نجمعهم مع بعض على الاربعه، دول نجمعهم على الخمسه. اوكي، طيب. بعد كده طبعا بنكون جدول جديد ونحسب الديستانس بتوين كل السامبلز والاربعه، وكل السامبلز وتسعه، تسعه وسته من عشره. تمام، طيب ده اللي هيحصل، ويطلع لي برضو ايه توزيع جديد. المفروض برضو طالما انا عملت كده وطلع التوزيعه مختلفه يبقى لازم اكمل تاني، لازم اكمل تاني. التوزيع اللي حصلت في الادريشن دي كان عندي 2 و4 و3 و10 و12 و11، هكمل تاني هيطلع لي 2 و4 لغايه 11، فيبقى انا اقف بقى، يبقى انا كده هقف في الادريشن دي. يبقى انا كده عملت كام ادريشن؟ جيفن الداتا عملت الادريشن بتاع الانيشال كلاسترز 1 2 3 4، كده عملت 4 ادريشنز. اوكي، اول 2 ادريشنز ما طلعوش زي بعض، والثالثه ما طلعتش زي الثانيه، لكن الرابعه طلعت زي الثالثه فوقفت. اوكي، ده بالنسبه للمثال للكي مينز لو انا عندي داتا 1 دي. طبعا ده مثال تاني ما فيهوش اي حاجه خالص، هو مجرد تكرار. لو انت عندك سامبلز 1 2 3 4 5 6 7 8 9، برضو 9، بس عايزه كلاسيفاي السامبلز انتو 3 كلاسترز او 3 جروبس. فاللي هيحصل ان الجدول بتاعك لما تيجي تكونه يبقى عندك دي 1 ودي 2 ودي 3، عندك ثلاث حاجات. فهو بدأ انيشيال بمين؟ بدأ ب2 و10 و17، خلاص. فانا يبقى انا عندي هنا الديستانسز بحسبها بتوين الثلاثة، فانا قلت ثلاثة وسبعة، معلش خلينا نرجع تاني، ثلاثة و10 و17، ثلاثة ثلاثة وعشرة و17. طيب مش انا دلوقتي عندي سامبلز 1 و2 و6 وكذا، بفضل احسب الديستنس بتوين الواحد وكل الايه الكلاسترز، بتوين الواحد وكل الكلاسترز هحسب مثلا الديستنس بتوين الواحد والثلاثة، يطلع لي. وبرضه واضح ان في حاجة، معلش انا بس مش واخدة بالي، الكلاستر الاولاني ده كان 2، ماشي معلش. فهنا هنا دي 2، فهحسب، هو طبعا ده كل ده عشوائي بس انا بس ايه ده المثال محلول 2. فواحد ناقص 2 بواحد، واحد ناقص 10 بتسعة، واحد ناقص 17 بستة، 2 ناقص 2 بصفر، 2 ناقص 10 بتمانية، 2 ناقص 17 ب 15، ومش اسمها ناقص، اسمها كذا ناقص كذا سكوير روت. فدي هي كأنك بتجيب المدرس بالظبط، مدرس اللي هو مش عارفه بالعربي يعني ايه، بس اللي هو ان انت يعني بتبقى عايز تتجاهل الاشاره يعني. طيب السبعه مثلا هتكرر طبعا الاوبريشن دي على كل السامبلز. لو مثلا السامبل الاولانيه طلع لك 1 و9 و16، يبقى الواحد مين؟ الواحد هو اللي قال، يبقى مين اللي جاب بالديستانس الاقل؟ سي 1، فخلاص هقسم السامبل الاولانيه ل سي 1. اوكي، هاجي برضو نفس اللي عملته هنا خلاص، بس الاختلاف بين المثال ده ان انا عندي 3 كلاسترز، وطبعا هيبقى عندي 3 جروبس. هلاحظ ان انا عندي لو احنا بنعملها بالالوان هيبقى عندي لون اصفر وازرق و مثلا جراي، فيبقى عندي 3 الوان. عندي سي 1، هي دي سي 1 ماشي، ودي برضو سي 1. هو لو حصل وقابلتك سبيشال كيس ان تو ديستانسز قد بعض، تاخد اي واحده فيهم يعني، مش لازم تبقى سي 1، ممكن تحط سي 2 عادي خلاص. فهو هنا قال ان الاربعه والاربعه خلاص هناخد الكلاس الاولاني، فالواحد واثنين وسته طلعوا تبع سي 1 وسي 1 وسي 1، فانت عندك سي 1 فيها 1 2 و6، هتبقى بعد كده عندك سي 2 هيتحط فيها 7 و8 و10، وسي 3 فيها 15 و 17 و20. طيب لو دي اول اتريشن فانا اكيد مش هقف،
لان انا اصلا ما فيش حاجه لسه اكيد الكلام. اوكي ببدا اخش في اتريشن تانية، بس وقبل ما اخش على اتريشن تانية او يعتبر اول ستيب اعملها لما اقول ان انا اخش على اتريشن تانية، هو ان انا بحسب نيو سنترويد، بحسب السنترويد للسامبلز دي اللي هي 1 زائد 2 زائد 6 على 3، 7 زائد 8 زائد 10 على 3، 15 زائد 17 زائد 20 على 3، لان طبعا عددهم ايه 3 سامبلز. اوكي هعمل كده، كل ده على 3 هيطلع لي ارقام جديده، الارقام الجديده هي اللي هحطها في الجدول عندي اللي هي 3 و8 و17. هاجي هنا في الجدول احط ايه ال افترض ان شاء الله فاكره 3 و8 و17 طبعا هي وحدات من 10. اوكي بس يبقى 2 ناقص 1 ناقص 3 2، 1 ناقص 8 7، 1 ناقص 17 16 وهكذا. طبعا يعني ام نجلكتنج الحاجات من 10، بس هي طبعا نجلكتنج في الشرح لكن هي بتتحسب. بتعمل جروبنج، بتلاقي ان الجروب ده مختلف عن الجروب اللي قبله، يبقى لازم اخش في اتريشن تاني. تمام مفيش مشكلة. عشان اخش في اتريشن تاني اول حاجة بعملها ان انا بحسب السنترويد بتاع الجروبز الجديدة اللي هي 1 2 على 3 على 2، 1 2 3 4، يبقى 6 و7 و8 و10 على 4 و15 و17 و20 على 3. اوكي طيب حسبت طلع لي حاجات تانية، بحسب جدول تالت بلاقي ان الجروب اللي حصل في اتريشن دي هو نفس الجروب اللي حصل في اتريشن دي، يبقى خلاص بقف على كده. اوكي ده الكي مينز اللي كان فاضل، هو ان انا اديكم مثال على الكي مينز في 1 دي، خدنا طبعا مثال قبل كده على الكي مينز في 2 دي، بس دي كانت الكي مينز، والمفروض ان احنا دلوقتي في الكي ان ان.